جدا ب افتتاح الموسم الثالث على التوالي من بطولة كوبا كوكاكولا العالمية اللي بتتم على أرض مصر، وبيشترك فيها أكثر من 60 أو 65 بلد في العالم. البطولة دي بدأت في المكسيك في أمريكا اللاتينية وامتدت إلى أمريكا اللاتينية كلها، ثم بدأت تبقى بطولة عالمية على مستوى العالم كله. احنا كنا أول ناس، جمهورية مصر العربية كانت أول ناس، كنا أول ناس نعمل البطولة دي في الشرق الأوسط. ما هواش هدف رياضي فقط لا غير، إنما الهدف الرياضي للبطولة احنا أعلناه قبل كده ومعروف، وهو تفريخ لاعبي المنتخب أو المنتخبات الوطنية المصرية للوصول او لتمثيل مصر ان شاء الله باذن الله في بطوله كاس العالم 2022. استغل الطفره اللي حصلت عندنا في الملاعب. انا عندي في كل مديريه من مديريات الشباب النهارده على الاقل في عدد كبير قوي من الملاعب الخماسيه بقى على مستوى كويس قوي، وعدد كبير من الملاعب القانونيه بقى على مستوى كبير قوي. فلما اجي مثلا في محافظه والاقي في ملعب قانوني كبير، طب ما انا اقسمه لثلاث اربع ملاعب خماسيه واشتغل عليه البطوله ديت واجيب بدل ما اعمل مسابقه اعمل اكتر. بنقفل وبنحل مجالس الاداره وبنحول الناس للاتحاد، لان ما زال بنبعت لجان متابعه من الوزاره بتلاقي مراكز الشباب مقفوله ومش هنسمح بكده. وتاكدوا هنعمل تفتيشات مفاجاه في 27 محافظه، ما بقاش في وقت هزار، الدوله ما دخلتش. عندنا فرص كويسه جدا بس لازم نشتغل، والفرصه بتاع كوكا كولا دي تمسكوا فيها بايديكم واسنانكم، اوعى تعتبروها حاجه سهله. انت بتتكلم ممكن توصل بسهوله جدا الى 60 و70 و100 الف شاب.